قصة المدينة مع بحيرتها قصة طويلة، قصة وجود وحياة. بالأصل كانت النشأة، أما اليوم فحبل السرة لا أبالغ هنا كيف لا، وهي ترتبط بها ارتباطا كليا على الأقل في مستويات عديدة على الصعيد الاقتصادي كتنمية الحيوانية والزراعة وحتى السياحة. بحيرة لاق بحيرة تعتبر حوض واد كتشي، واد كتشي وادي امتد على طول 110 كيلو تقريبا، يبدأ من رقبة مقطع الحجار اللي إذا قال هيليوردي، وطوله 110 كيلو ويصب تامر تلاك، هي تعتبر حوض لهذا الوادي له ومشاريه الأخرى، وتعتبر تامر زراعية تنموية. أنا هنا خلطة بين التنمية والزراعة، وطولها 20 كيلو عرضها حوالي 5 كيلوات، وهي تامورة مهمة. أنا عقلنا عليها سالي عقلت خلطة تنمية وزراعة، وعندها دور مهم في التنمية الريفية وولاية البراكين. فهذا الموقع الجغرافي يجعلها مدينة متميزة من حيث الزراعة والتنمية، لأنها تجمع بين التنمية والزراعة بشكل فريد جدا. ولذلك هذا الموقع بحيرة تلاج، وهي تمتد على مساحة تقدر ب 20 كيلومتر في الطول و 18 كيلومتر في العرض، أي وهي تحاذي أي حكما تقريبا ما بين طريق الأمل من حيث الغرب، أي في مدخل المدينة، وطريق الأمل عندما يمر من المدينة باتجاه شقاق، أي منطقة واسعة جدا. والزراعة معروفة جدا في هذه المنطقة، والتنمية كذلك، وهناك مناظر خلابة في البحيرة، وهي الآن كما ترى في هذه في هذا العام هناك أمطار كثيرة جدا والحمد لله، وهذه الأمطار سوف تزيد إن شاء الله من عطاء هذه البحيرة، ومن السكان سيعيشون إن شاء الله موسم زراعي وتنموي جيد جدا. نعرف أنها عندها تدخل في تنمية الحيوانية، الماء الموجود اللي يشرب الحيوان في الوقت اللي الماء قليل، والمراعي اللي يودوا يابسين من زر ومبلة من ناحية أخرى، والفلاحة التقليدية، وذلك يدل على أن هناك مساحة كبيرة والناس تستعمل هذه الفترة من الزمن للحريزة، الحريزة التقليدية كيف تزرع وكركاش وما أشبه ذلك. نعرف أن عندنا 100 من الهكتارات اللي محرزة بصفة تقليدية على حواشي البحيره كاملين، ولا كل ما قضى الماء كل ما الناس تبعته بالحريزه. فقط انه بالنسبه لانتاج البحيره، منين يسلك من الافات الزراعيه يقدر يحقق الاكتفاء الذاتي للمدينه. جميع السكان اللي يحرزوا الحريزه التقليديه كلهم عندهم حريزه، والناس اللي تسكن معهم اصلا ما هي من المدينه، اذا طلبوا الحريزه تنعطى لهم يبجوها ويستفادوا منها. هاي البلاد هون بحيرة تلاج، ومن بحيرة تلاق رقبته، ومن عانين من ياسر ما تينا البذور إذا عدلناهم ما تينا راوهم يوخونا إلى هيئتهم، وإذا خال الآفات أولا الحشرات اللي يجوهم طعن فيها ياسر من نتيجتها ما تينا رايينها. المياه اذا كثروا الامطار تلحق لنا هذه الدراجه، وهذه الدراجه انا طمعه احنا انها هي اعلى برده لين نقوم لها وتسلك من حشرات يساعدنا مولانا، قطعا ما فيها يكون النتيجه الكبيره. ومنين ما ينقلوا الامطار تقضى عن هذه البرده اللي. لاحظوا السنوات الأخيرة نشوه سواح وما يجوا شكلهم سواح وعندهم رخصهم، يعود أصحاب فنادق يعود بعض سواح تقليديين عاديين، ويكتلوا في هذه الطيور بشكل ما هم متين، وهذا من ممارسات حتى أنا عين جمعنا أننا جبر الحيوان معطوب
قد عد من شر هذيك الرصاصات اللي يطلقوا الصيادين، انعكاسات على 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 الحيوانات، حيوانات صغيرة مثل كيف الخرفان أولاد النعاج وذا النوع شوهم الزحاحيف، لين سولوا عن السبب يقول لهم مادة سامة شبروها أماتهم شربوا في الماء، والله من هيك الحقيقة من انعكاسات من انعكاسات زحاف الحيوان اللقو يخلق من قالوا انه تسممات ذاك البارود، والله كشي اللي يخلق يجي في المياه وذا النوع شربوها أماتهم وذو وذو مخه، والله قالوا كيف نقول عود في الصيف توفه هي ربيع، ما هنا تعود حشيش هي توفه هي ربيع، وفيها نوع من الربيع اللي ينبت في الماء، أنا إنه لا كيف قاصوها له التسقوا في الديار يعود هو في الماء ولا يموت تماش الحيوان أي روق مسال فوق الماء ولين يمص عن الماء اللي تملى متابعه دائما، بالتالي قيمتها بعد قال الوحيدة اللي تميز بها عن البلدات أخرى إنها توفه هي حضر ربيع. هذا ما كيفتش تعيش البحيرة اليوم العديد من المشاكل تماما كما هي مدينة ألاك. المدينة خرجت من رحمها عشرات القريات الصغيرة انهكتها وجعلت من تنميتها مصدر قلق، ومع ذلك ما زال الأمل قائما بإعطائها الصدارة في المشاريع التنموية، علها كما بحيرتها تستعيد وظيفتها التي تأسست من أجلها أصلا، ملتقى للطرق ونقطة ارتكاز أساسية وسط البلاد. حتى نلتقي دمتم في رعاية الله.